طيب خلينا نروح نتابع تطورات الأوضاع في فلسطين وجنون جيش الاحتلال اللي بيتزايد وبيتصاعد يوم بعد يوم رغم مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت فيها آليات إسرائيلية بتتجول في مقابر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر منذ أشهر، وظهر بالفيديو أنه في أضرار جسيمة في مقبرة خان يونس بتقوم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخراج الجثث ونقلها، وده فجر غضب واسع. خلونا نتوقف عند التفاصيل دي وتحليل وقراءة لهذا المشهد. معي على تليفون الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والمحلل السياسي الفلسطيني. صباح الخير يا دكتور أيمن، أهلا بك. صباح الخير أختي الكريمة، تحياتي لك ولكل السادة والسادة المشاهدين المتابعين الكرام. اشرح لنا الوضع على الأرض والردود الأفعال أيضا من ما يقوم به جيش الاحتلال من نبش القبور والجنون اللي بيتصاعد يوم بعد يوم. يعني احنا بنشهد قتل واستهداف وتجويع وحصار، وأيضا حتى الشهداء منهم لم يسلموا من وحشية الاحتلال الإسرائيلي. بالتأكيد يعني اليوم أو الليلة حتى ساعات الآن هناك طبعا هجوم شرس على خان يونس، بالتحديد على معسكر خان يونس ومنطقة المواصلة التي طلب من السكان اللجوء إليها. طبعا قصف مدفعي وجوي من الطيران وأيضا من البحرية لم يتوقف منذ ساعات الليل حتى الآن، وهناك ارتقاء عدد كبير جدا من الشهداء. الطواقم الطبية لم تتمكن الوصول طبعا وصول للشهداء او للجرحى الذين طبعا تواجدوا الان في منطقه المخيم الغربي لخان يونس وكذلك منطقه المواصل والبحر، وهذا الامر يعني هناك مجزره ارتكبت ضد شعبنا الفلسطيني. يمكن اشرتي على طبعا على اجرام الاحتلال وطبعا طبعا يعني التجرد من كل القيم والاخلاق. ما حدث في مقبرتين، مقبره في خان يونس مقبره بني سهيله وهي اقدم المقابر هناك حيث ذهبوا طبعا بالحجة البحث عن طبعا جثث قتلاهم، أخرجوا كل من كان دفن حديثا طبعا من المقابر منهم طبعا جلهم من الشهداء أخذوا إلى داخل دولة الاحتلال. وكذلك حدث في المقبرة المركزية في خان يونس وسط خان يونس أخذت هذه الجثامين طبعا بحجة أنها تحت التحليل حتى الآن، وهذه ظاهرة حدثت قبل ذلك في مستشفى الشفاء وفي مناطق مقبرة غزة الشرقية وكذلك في مقبرة البريج، وأخذت أيضا أعداد كبيرة جدا من جثث الشهداء ثم عادوها قد شوهت، وهذا يؤكد أنهم سرقوا منها شيء. هناك طبعا كما هو معروف هناك بنك للجلود البشرية لدى الاحتلال قد يكون أخذ منهم ذلك، لأن أعادوا جزء من الشهداء في طبعا في أكياس طبعا خاصة ودفن للأسف في مقابر جمعية بعد أن كان طبعا دفن في مقابرهم العادية. وهناك طبعا إهانة حتى وعدم كرامة للقتل عفوا للموت في مناطق القبور التي عاتوا بها الفساد. يمكن مشهد أيضا تفجير يعني خلال 48 ساعة في مشهدين أعتقد يعبر عن حالة حقد الاحتلال حتى على كل ما هو جميل في غزة. كان أولها مدرسة جامعة عفوا فلسطين عندما فجر المبنى الرئيسي لها وكانوا يهتفون ويضحكون وكأنهم يعني أنجزوا شيئا كبيرا، وهي مبنى يعني لم يكن هناك لا به اشتباكات ولا حتى أنفاق. وكذلك طبعا تفجير حي كامل في منطقة عبسان الشرقي خان يونس، وأيضا كانوا يهتفون على ويضحكون على أنهم يفجروا ذلك. هذا الأمر بكل معنويات يؤكد على أن الاحتلال يستخدم سياسة الأرض المحروقة، لا يريد أن يبقى شيئا قائما في غزة، ليس فقط جميلا، شيئا قائما في غزة. هو يريد أن يحول غزة إلى كومة كبيرة من الركام يجعل الحياة في غزة مستحيلة. قراءة حضرتك إيه لردود الأفعال الدولية خاصة مع مثول إسرائيل أول مرة أمام محكمة العدل الدولية ووجود الوثائق بالصوت والصورة والفيديوهات، وبالتأكيد ما حدث من نبش القبور سينضم إلى ملف إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية. قراءتك إيه والسيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القادمة خاصة مع التخبط داخل إسرائيل وحكومة نتنياهو والخلافات التي نقرأ عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية؟
مهم اختي هي السؤال، لان الامور تذهب الى منحنيات كبيره ناحيه سياسيه، ولكن من يقف مع القضيه الفلسطينيه الاغلبيه، ولكن الاغلبيه المستضعفه، لان الدول صاحبه القرار الاقوى للاسف الشديد الولايات المتحده الامريكيه، بريطانيا، المانيا، هي تقف صفا واحدا مع الاحتلال. يمكن توجه جنوب افريقيا بمذكره اعتقد انها تعتبر تاريخيه بما احتوته من معلومات عن جرائم الاحتلال، كما أشرت بالصوت والصورة وبتفاصيل عن القيادة السياسية حتى الجنود وكيف يرتكبوا جرائم ضد شعبنا الفلسطيني. لكن هذا الأمر طبعا هو محاولة من للحصول للوصول إلى قرار عادل من محكمة العدل، هي أكبر جهة قضائية. نتمنى أن يكون القرار عادل ويقف بجانب الشعب الفلسطيني لإثبات أن ما يحدث في غزة هو حرب إبادة جماعية. حتى الآن طبعا نعرف، نتحدث نحن عن طبعا يكون هناك قرارات ناجزة يتم تنفيذها، نعرف أن محكمة العدل الدولية ليس لديها طبعا أدرع لتنفيذ قراراتها، هي سترسل بعد أن يصدر القرار سيتم توجيهه إلى مجلس الأمن، وهناك طبعا فيتو أمريكي ينتظرنا. لكن نحن نقول أن مجرد أن هذا ما نتمنى، صدور قرار ولا يتأخر ذلك، أولا بوقف فوري للحرب، ثانيا الحديث عن اتهام أو الاحتلال بارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني في إبادة جماعية، هذا سيلزم 153 دولة من أصل 193 دولة بالتزام بهذا القرار، أي أننا بإمكاننا أن نقاضي الاحتلال ونطارده في هذه الدول. طبعا كما حاول البعض في سويسرا قبل عدة أيام بالمطالبة سويسرا باعتقال رئيس دولة الاحتلال هيرتشوك، طبعا لم يكن القرار حتى الآن أو لم يصدر القرار حتى الآن حتى نعتمد إليه، وبالتالي سيكون هناك لدينا فرصة لمقاراة الاحتلال. يمكن أيضا هناك تخبط داخل النظام السياسي في الاحتلال، هناك انقسام في كابينيت الحرب بين من يريد إيقاف هذه الحرب وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى مثل جانتس وإيزنغوت، وبين نتنياهو وطبعا ماجالنت الذي زار غزة أول أمس وقال في سماعهم هنا يجب أن نشهد دخان في كل غزة، هل بقى شيء في غزة حتى تحرقوه لترى الدخان؟ يعني حجم الحقد الغريب من هؤلاء بشكل أساسي، وحتى ما أثير في الإعلام العبري حول صفقة تبادل الأسرى حتى الآن نتنياهو يرفض الشروط ولم تنضج بشكل كبير. يعني ربما دكتور أيمن يعول البعض على أن الخلافات في الداخل الإسرائيلي ما بين أعضاء حكومة نتنياهو تغير من المشهد قريبا، والضغط الداخلي الإسرائيلي، وأيضا الضغط في أوروبا اللي هم بيطالبوا الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقوبات على إسرائيل، ويعول البعض أيضا على تغير موقف الولايات المتحدة فعليا على أرض الواقع بسبب طبعا اقتراب الانتخابات، وعلى ما يبدو من هذه الحرب أنه السياسة الداخلية أو الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تتأثر كثيرا بالسياسة الداخلية. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والمحلل السياسي الفلسطيني.